النهارده عشية عيد كوزمان ودميان، شفاعتهم تكون معانا. فرحانين، احنا المرة اللي فاتت كانت عشية مريمينا، المرة دي عشية كوزمان ودميان. ربنا يبعت لنا عشيات حلوة كده وتكريم للقديسين، ونفرح ونطلب شفاعتهم. النهاردة أكلمكم على السلوك بالروح والسلوك بالحرف. خلاص، شيء واحد تقول لك ايه فلان ده حرفي، صح؟ يمشي بحرفية كده. واحد تاني يمشي بروح الوصية. يعني ممكن احنا نعيش حرفية الوصية، او ناس بتعيش حرفية الوصية، وناس كانوا بيعيشوا بروح الوصية. بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية قال: الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح، لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. الحرف إيه؟ يقتل والروح يحيي. السيد المسيح أثناء خدمته على الأرض عانى من الكهنة، من الكتبة والفريسيين، بسبب إيه؟ الحرفية بتاعته. كانوا ماشيين بحرفية الناموس. فمثلا يشوفوا السيد المسيح يعمل معجزة، مثلا فتح عين مولود أعمى، قالوا عليه إيه؟ عشان عملها في السبت، قالوا هذا الإنسان إيه؟ خاطي. قال السيد المسيح خاطي عشان عمل معجزة يوم السبت. لما جه شفى المفلوج بتاع بيت حسدة، حبوا ان هم يعملوا ايه؟ يقتلوه، تشوروا لكي يقتلوه. لما جه يشفي الراجل اللي ايده يابسة يوم سبت، دنوه وقال لهم لو واحد منكم سقط خروف في حفرة مش هيطلعوا منها. مهم، كانت حرفية الناموس اللي كانوا بيها كانت حياة صعبة، وعشان كده ما كانوش عايشين روح الوصية، كانوا عايشين ايه؟ حرفية الوصية. مع ان روح الوصية ان يكون السبت سبت للرب، يعني راحة للرب، يعني ربنا يستريح فينا واحنا كمان نريح ربنا، ان احنا نعمل، نكون معاه، نقضي وقت معاه، نعمل خير للناس. دي راحة ربنا اللي كان يستريح يوم السبت. في الحقيقة ان احنا كمان ممكن من غير ما ناخد بالنا نلاقي علاقتنا بربنا علاقة ايه؟ الحرف مش الروح. ونلاقي ربنا في سفر اشعياء قال لنا حاجة مهمة أبدا. هنشوف ناس بيقدموا حاجات لربنا بس ما كانتش بروح. حتى في مثل بلدي كده يقول ايه؟ لقيني ولا تغديني، مش كده؟ صح؟ مش في حاجة بتقول كده؟ يعني ممكن الواحد لما يقابل حد بروح حلوة أحسن ما يدخله بيته ويأكله. تمام؟ ممكن الواحد يعمل كده مع ربنا ان هو حاطط في باله ان ربنا في حاجات معينة اصول نعملها، فلما بنعملها ما بنعملهاش بالروح اللي ربنا عايزها. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ مش عايزها، مش عايز، انا مش عايز كده. يقول ايه؟ مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. ربنا مش عايزنا نقطع هدوم، بس عايزنا ايه؟ قلبنا من جوه يتقطع، ان احنا ايه؟ بنزعل ربنا، وان احنا بنخد محبته. فعشان كده ربنا عايزنا نعيش بايه؟ بالروح. فنلاقي في اشعياء يقول ايه؟ اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، واصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. هو ما كانش بيكلم سدوم وعمورة، سدوم وعمورة ولعوا من زمان. ماشي؟ سدوم وعمورة ايه؟ ولعوا من زمان. طب مين قضاة سدوم وشعب عمورة؟ كان شعب اسرائيل في الوقت ده بعيد عن ربنا،
شعب ربنا بعد عنه. فلما جه يسميهم ما قال لهمش بقى انتوا شعبي، قال لهم يا ايه؟ يا قضاة سدوم وايه؟ وشعب عمور. يعني ايه؟ اللي عايشين زيهم يعني. بيقول لهم ايه؟ لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ودم عجول ومحرقات وتيوس ما أسر. كان ممكن ربنا في وقت يعاتبهم على ان هم يقدموا ذبيحة مش تبع مسرته. يعني يجيبوا خروف أعرج، يجيبوا خروف أعمى، الحاجات دي ما تنفعش تقدم لربنا. فكانوا ايه؟ الخروف اللي اي كلام في وقت يقدموه. فربنا عاتبهم على ايه؟ ان بيقدموا تقدمات مش كويسة. احنا ما بنعملش كده، ماشي؟ احنا بنقدم تقدمات كويسة، بس ناخد بالنا. هم هنا كانوا بيقدموا تقدمات كويسة. فلي اتخمت بين محرقات كباش، قدموا كباش وشحم مسمنات، مش جايبين اي حاجة يعني، جايبين مسمنات وكباش، كل حاجة حلوة بيقدموها يعني، ودم عجول وخرفان وتيوس، كل ده هم ايه؟ ما أسر. ليه؟ هما كانوا يقدموا ايه؟ بالحرفية. انت عايز محرقات؟ هنقدم محرقات. طب وبعدين؟ سيبنا بقى نعيش زي ما احنا عايشين. مش انت طالب ان احنا لما يكون في خطية نقدم ذبيحة؟ مش انت طالب لما يكون في راس الشهر نقدم ذبيحة؟ مش انت طالب لما يكون مش عارف حصل ايه شكر نقدم ذبيحة؟ هنعمل لك كل ده. ويلاقي الواحد ساعات احنا نعمل ايه؟ مش انت عايزنا نحضر قداس هنحضر قداس، مش انت عايزنا نتناول هنتناول، عايزنا نعترف نعترف، عايزنا نقرا انجيل هنقرا انجيل، عايزنا نصلي اجبيه هنصلي اجبيه. ما هي برضو ايه؟ بنفس المنوال، انت عايز كده هنعمل كده. فيقول لهم ايه بقى؟ حينما تاتون لتظهروا امامي من طلب هذا من ايديكم ان تدوسوا، ان تدوسوا دوري. دوري يعني ايه؟ يقول لك دور العباده. مين قال لكم تيجوا بيتي؟ مين طلب منكم ومين قال لكم تيجوا بيتي؟ ليه؟ لان هم كانوا بيجوا بايه؟ مش جايين بقلوبهم، كانوا بيقدموا الحاجه. انت عايز كده هنعمل كده. ممكن اعمل كده ايه؟ يكون مثلا منظري حلو، ابقى مرتبط بكنيسه، ابقى بعمل اللي بيعملوه. بس لو انا ماليش الحياه مع ربنا، يقول ايه؟ من طلب هذا منكم، لو هتعملوها بالروح دي انا مش عايزها، انا عايز تعملوها بروح تاني. الواحد لما يقدم هيقدم بايه؟ بحب. لما يجي يقول هنشوف كل حاجه بقى ايه، ازاي الواحد يعيش بيها بالروح والحرف. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة والبخور هو مكرها لي. حتى ذبيحة البخور اللي هو الواحد يحس ايه، يطلع مع صلوات القديسين ونقدم بخور ربنا، ربنا يقول البخور مكرها لي، مش عايز اشم البخور ده، مش عايز اشمه، مكرها لي، بتضايق منه. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست اطيق، ونداء المحفل، كل الحاجات دي ربنا مش عايز. لست اطيق الاسم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وعيادكم بغضتها نفسي. حتى العيد، لما يجي العيد كده، يجي عيد الميلاد، يجي عيد القيامة، ونيجي نقعد معاه في العيد، يقول العيد ده بغضتها نفسي، يعني كرهته. مش على مستواين، لكن ممكن يعني لو بالمستوى الشخصي انا مش عايشه وبظهر قدامه كده، انا مش مبسوط، مش مبسوط ان انت تيجوا كده. عشان كده هو ربنا عايز ايه؟ مش عايزنا فعلا ان احنا نيجي دوره، ان احنا نيجي الكنيسه؟ لا، عايزنا. وعشان كده يقول في حته تاني، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. هنا حتى يقول فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم. لما الواحد يرفع ايده كده ونرفع ايدينا كده، لما تبسطوا ايديكم استر عيني عنكم، اقفل عيني، مش عايز اشوفكم. وان كسرتم الصلاه لاسمع، ايديكم ملقانه دما،
اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اجدوا اليتيم حاموا عن الارملة. هو اللي انا عايز اقوله ان احنا ممكن نعبد ربنا عبادة حرفية او عبادة شكلية وممكن ما ناخدش بالنا. يعني احنا دلوقتي لو في الصيام ربنا عايزنا نعمل ايه في الصيام؟ في صوم بالحرف، قلنا الحرف ايه؟ يقتل ولكن الروح ايه؟ يحيي. صوم بالحرف يعني ما هو الصوم؟ لو سألت ولد في المدرسة كده ما هو الصوم؟ الصوم هو الأكل النباتي والامتناع عن الأكل فترة مش عارف. هذا هو الصوم فعلا كده؟ مجرد ان انا غيرت أكل بأكل؟ ممكن اكون انا بصوم كل مرة كده وتعودت. احنا تعودنا من كتر الصيامات وبقت لينا بدايل كتير. يعني اقلب قايمة صيامي قايمة افطاري، منيو افطاري منيو صيامي، سهل اقلب على طول. والواحد ممكن يعمل كده، بس هل ده الصوم اللي طالبه ربنا؟ هل ده الصوم اللي طالبه ربنا؟ النهاردة لما تروحوا البيت اقروا اشعياء 59 اصحاح 59 يقول الصوم اللي اختاره، مش الصوم اللي مجرد اغير اكل. عشان كده انا هل في الصوم صايم صوم الحرف زي ما هم كانوا بيقدموا كل تقدماتهم وصلواتهم وايديهم المرفوعة وكل الحاجات دي كانوا بيعملوها كويس جدا، ما عملوش حاجة وحشة من ناحية الطقوس خالص، احتفظوا بكل الاعياد والذبائح كانت مسمنات والبخور ورفع الايادي، ولكن ربنا ما كانش مبسوط. عشان كده احنا لما نيجي النهاردة بنقول واحنا في الصوم، لو انا مش مصوم لساني، لو روحي مش منسحقة جوايا وبقدم توبة، يبقى ده مش الصوم. ربنا عايز ان احنا نصوم مش بالحرف ولكن نصوم فعلا بالروح. يقول دانيال لم اكل طعاما شهيا، ما اكلتش طعام شهي. داود يقول اذللت بالصوم نفسي. عشان كده احنا النهارده وانا كلمتكم يمكن المره اللي فاتت عن الصوم كانت الكلمة كلها عن الصوم، لكن اللي أنا عايز أقوله إن ناخد بالنا إن إحنا لإلا نكون بنعبد ربنا مجرد ممارسة ولكن خالية من الروح. ربنا لما طلب منا إن إحنا نصوم إن إحنا نقمع أجسادنا، نقمع الجسد، إن الروح تبقى ليها اليد العليا، الجسد يخضع لعمل الروح، وان احنا نصوم بقلوبنا، نصوم بلساننا، افكارنا رايحة فين وانا بصوم. عشان كده الصيام ده زي واحد يدخل في مرحلة روحية جميلة مع ربنا بصلاة بجهاد معين بان انا ازاي ابطل خطية. يبقى انا كده حاسس ان انا ايه؟ يقولك انا طلعت من الصوم ده حس ان انا استفدت من الصوم ده. دايما الجسد الصايم انفعالاته اقل، شهواته اقل، ولكن الواحد لما يبقى يعني واكل كده كويس كده تحس ان هو ايه؟ في حيل شويه، حيل يعمل اي حاجه. لكن لما الواحد يكون يصوم فعلا الروح تصوم مع الجسد، يقول اذللت بالصوم ايه؟ نفسي. نفسي يعني ايه؟ يعني النفس هنا يقصد بها الروح، خاشعة وصايمة وبتطلب ايه؟ مراحم ايه؟ ربنا. برضو احنا في صلواتنا لو احنا اتكلمنا على الصلاة، لو سألت واحد ايه الصلاة يقول لك ده حديث مع ربنا، اتكلم ربنا دي حلو. لكن ممكن ياما الواحد كلم ربنا وكان فكره مش مع ربنا.
اتعود يتلو ايه صلوات، اتعود يقول. وممكن الصلاة تمشي تمشي والواحد ما يحسش ان هو ايه، ما حاسش بربنا، ما حاسش انه بيكلم ربنا. حتى في القداس ممكن نقعد نقول الالحان وممكن مش فاهمين حتى حاجة معناها، لو الحان قبطي ونقول الحان حلو، بس هل ساعتها الروح متصلة بربنا حتى لو مش فاهم، ولا مجرد انا بتلو صلوات؟ انا ممكن اقعد اقول صلوات، اسمع صلاة، ولكن روحي من جوه مش بتتحرك، مش بتتحرك. عشان كده يقول ايه، هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد. بنقول بالشفايف وحافظين، ممكن نكون حافظين صلوات، حافظين مزامير، ولكن مع ذلك لما بصليها مش بصليها ايه بروح، وصليها بالذهن ايضا زي ما قال بولس الرسول، وصلي بالروح وصلي بالذهن ايضا. الواحد بيحتاج كل شوية ياخد باله، لإلا وسط التعود اللي الواحد بيمشي فيه يلاقي نفسه ان هو اعتاد انه يجي الكنيسة، اعتاد يتناول، اعتاد يصلي صلوات، اعتاد ان هو يقول لك قانون الروحي حلو، الواحد يكون ليه قانون روحي ده حلو، عايز اخلص قانون الروحي، عايز اتلو الصلوات، عايز اخلص بسرعة. ولكن في الحقيقة ان الواحد يتقابل مع ربنا، حس بربنا، حس انه بيتكلم بربنا، حس ان هو فرحان وهو خارج من الصلاة. لو هو ما بيعملش كده ومش واخد باله هيلاقي نفسه ان هو تعود على كده، بس يقول لك ايه الحمد لله بصوم بصلي بعمل، بس في الحقيقة ممكن يكون ان هو مش واخد باله ربنا عايز ايه بالظبط. عارفين احنا في الاجتماع ده بنفكر نفسنا كلنا، كل شوية نقول لبعض ناخد بالنا هنصوم ازاي، ناخد بالنا لما هنيجي الكنيسة هنقف ازاي، ناخد بالنا هنصلي ازاي. علشان زي بقول لكم هي مش قصة ان انا ملتزم في صلواتي، حلو ان انا التزم، بس حلو ان انا اكون بصلي الصلاة دي ايه بروحي، مش مجرد ان انا ايه بقول كلام. حتى مزامير الاجبية ربنا يدبر كده ان احنا في كل صلوة نتأمل مرة كده في مزمورين، عشان لما نيجي نصلي نبقى فاهمين احنا بنصلي بايه. يعني اقول له من اعماق صرخت اليك يا رب، اعماق ايه يعني؟ وممكن اقول كلمة من الاعماق وانا مش عايز، مش عمق ولا حاجة، فين الاعماق؟ وعشان كده اعماق ايه؟ وممكن واحد انت فاهم انت بتقول ايه يقول لك لا، بيقول ما فاكرين الخصي الحبشي كان عيد نياحة في لوبس كانت ايه قريب، فلما طلع ورافق المكتبة قال له علّك تفهم ما تقرأ، قال له لا مش فاهم هفهم ازاي ما حدش قال لي. فابتدى يوضح له ايه اللي حصل بعدها، اتعمد. لو قعد طول الوقت عمال يقرا ومش فاهم هيقعد زي ما هو، لكن لما فهم دنيته اتغيرت واتعمد واختطف في لوبوس الى اشدود. عشان كده لما افهم انا بصلي بقول لربنا ايه تفرق. لو بقول مجرد تلاوات ايات من غير ما افهمها احس ان انا ايه مش عايش عمق الصلاة. عشان كده كل ما افهم، كل ما الكلمة دي يبقى ليها احساس جوايا، حاسسها، حاسس بالكلمة. في لما واحد يكلم واحد مثلا يكون ايه زعلان وبيعتذر له مثلا يقول لك ايه مش حاسس بيه، حاسس اعتذار اي كلام كده ما ريحنيش، مع انه قال كلمات حلوة واعتذار وكل حاجة، بس يقول لك مش حاسس بيه، مش بالروح، مش حاسس. لكن امتى الواحد ايه لو كلمة واحدة واحد يقول له بس واحد ايه سامحني، واللي قدامه يحس بيه يقول له خلاص ما فيش حاجة. لكن ممكن واحد يقول كلام كتير جدا، والكلام الكتير جدا ده ما يأثرش في حاجة. نلاقي أمثلة للي صلوا كلمات صغيرة قوي، العشار يرحمني يا رب في إني خاطي، كلمة يقول لك خرج مبرر دون ذاك اللي هو إيه الفريسي، كلمة ارحمني يا رب في إني خاطي، كلمة
قالها اللص اليمين على الصليب: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له: اليوم تكون معي في الفردوس. كلمة بس كلمة من القلب تفرق كتير جدا عن عشرات الالاف الكلام اللي احنا واحد يتعود يقوله ومش حاسه. يعني مثلا واحد لما يقول له اشكرك يا رب، ولو قلت له تشكره عليه يقول لك مش عارف، الدنيا كلها ملطشه. مش ممكن واحد يعمل كده اشكرك يا رب، بس هو مش واخد باله. لكن واحد يقول اشكرك وهو حاسس بالشكر، يحس قد ايه ممتن وبيحب ربنا. واحد تاني بيقول اشكرك هو مش واخد باله هو بيشكر على ايه. لو واحد قال لك شكرا يا فلان، قلت له على ايه؟ لو وقف كده يقول لك بصراحه مش عارف. واحد يزعل ولا لا؟ طب ما تقولهاش، ده انا ما مش عارف. عشان كده علاقتنا بربنا علاقه ايه؟ علاقه بالروح، مش مجرد ان احنا بنقول كلمات. حتى عطائنا نلاقي هنا ان هم كانوا بيقدموا مسمنات وبخور وكباش وحاجات. ممكن واحد طريقة العطاء بربنا، ربنا قال لنا المعطي المسرور يحب الرب. المعطي المسرور يحب الرب. يقول غبت في العطاء اكثر من الاخذ. المعطي المسرور يحب الرب. طب لما احس ان انا متقدر وانا بدفع العشور، دي بتزعل ربنا ولا لا؟ متقدر. طب لما احسبها بالمليم بقى تزعل؟ اتهيئي كده جوزك يحاسبك بالمليم، دي بتسعة جنيه ونص، فين النص جنيه؟ يعمل لك كده واحد يموت صح؟ لو بالمليم بقى نتحاسب بالمليم. ينفع ان احنا الواحد لما يجي يتحاسب مع ربنا في تقدماته في عشور وفي اي حاجة بيديها يحسبها كده بالمليم كده؟ لما احسبها كده ربنا يقول مش عايزها، مش عايز العطية دي، مش قابلها. وعشان كده انا بدي باي روح، بدي بالحرف اللي هو تنفيذ لحرفية الوصية اللي هو ان احنا نقدم عشورنا، ولا بدي كيلا ملبدا فائضا؟ بدي بدي كده ولا بدي كده؟ اللي بيزرع بالشح بيحصد بالشح، واللي بيزرع بالبركات بيحصد بالبركات. واقعد احسب دي هشيلها من العشور، والبتاع ده مش عارف هشيله، في الاخر احس ان انا عشور عملت بيه شويه مجاملات كده وخلاص، ادي العشور. عشان كده في عطائنا ربنا عايزنا ان احنا ندي بفرح، ندي فرح. يعني عايز يقول ان هو لو مش بفرح بلاش يا جماعه. المعطي بمصيره يحب الرب. والواحد يقول له هو بيدي من ربنا، يقول له من يدك اعطيناك، ده مش بتاعنا، ده انت اديتنا يا رب، ده من خيرك، احنا بندي من خيرك وبتدينا خير اكتر. يبقى الاحساس اللي بقدم بيه عايزين نقدم باحساس الحب، وابقى فرحان وانا بدي، وفرحان وانا بفرح حد، وفرحات حتى لو مش عارف فلوس دي رايحه لمين اكيد هتروح لحد محتاج، ببقى فرحان ان انا قدمت، اكيد دي راحت للناس محتاجاها وابقى فرحان. برضو الخدمه، احنا كلنا يعني جنود في جيش ربنا، كلنا خدام على فكره، كلنا بنخدم. في خادم عنده فصل، وفي واحد الدنيا دي كلها الفصل بتاعه، اللي يقابله يعمل بيه عمل، يعمل معه عمل محبه، يحس ان هو بيوريله ربنا، بيقربه لربنا. مش دي خدمه؟ مش دي خدمه؟ واحد يقول انا عايز خدمه، زي واحد يقول عايز خدمه، في واحد من نفسه من غير ما حد يطلب منه تلاقيه ينظف، يشيل حاجه، يعمل اي حاجه، عينه كده تبص كده ايه اللي ناقص اعمله. في حد كده ممكن راح ناس تروح عند ناس عزومه كده، حد من نفسه يقوم يغسل مثلا حاجه، وحد ما طلبش منه هو ما بيقومش. لكن في حد متطوع كده. الخدمه، انا في خدمتي
انا حاسس ان انا بقرب كل حد لربنا، ولا انا عايز حرفيه الخدمه شكل وليا منصب واتحكم واعمل ونظام ويحترموني وانا خادم حرفيه وحشه. لكن انا عايش بالروح. سمعت سيدنا البابا اللي راح حضر قداس علشان ترقية قدس أبونا، بيقولوا أبونا يوحنا الرقمصية، قال كلمة جميلة قوي، قال في كنيستنا كل ما الواحد يترقى كل ما يعمل إيه؟ يغسل أقدام. كل ما الواحد إيه؟ يغسل أقدام. الترقية بتاعتنا عكس الدنيا. الدنيا الواحد يترقى ياخد منصب وياخد مكانة ويبقى ليه يعني وضع معين، واحنا كل ما الواحد يترقى ايه؟ ينزل تحت الرجلين. عشان كده برضو احنا بنعمل ايه؟ عايزين الواحد يتكرم ويتعمل كده، ولا الواحد ان هو يغسل الرجلين بحيث ان هو ايه يخدم كل حد يشوفه. زي ما قلت لكم، اللي عايش بالروح منظر وشكل واوامر ونواهي، اللي عايش بالحرف عايش بالحرف، واللي عايش بالروح مطرح ما يشوف واحد يحس ان هو ايه يخدمه. افتكر مره سمعت حكايه، مش فاكر كان مين من الاباء، احتمال يكون ابونا يوسف اسعد او حد مش فاكر، كان بيقول رايح يشتري عربيه، فالمهم راح معاه ميكانيك واشترى العربيه. جه ابونا يقول له خد فلوس، قال له انا جاي معاك كده. قال له طب انت مين اب اعترافك؟ قال له انا ما اعترفتش من زمان. قال له طب خلاص، انا مش فاكر ابونا مين بالظبط. فقال له خلاص انت عملت شغلتك، اشتريت لي العربيه، ممكن اعمل معاك انا كمان شغلتي لو تحب تعترف. وقعد معاه وخد اعترافه، والولد اتناول وبعدها مات. فازاي ان هو يقابل حد كده؟ لكن كان ايه؟ خدمه بروح، لقط على طول، لقطه. عشان كده ايه زي اقول لكم، اللي يخدم بالروح غير اللي هو ايه عايش ان هو مجرد ايه سيطرة ونفوذ وشكل. المطانيات، واحد ايه يعمل يثنق المطانية ويعمل مطانية كده، ممكن تبقى جسد مجرد حركات جسدية، واحد بالروح بيتضع وبينزل تحت ايه الرجلين. لما السامرية سألت السيد المسيح على السجود، قال لها الساجدون للآب فبالروح والحق ينبغي ان ايه يسجدوا. السجود بالايه؟ بالروح، مش مجرد انحناء جسد. حتى احنا لما مثلا نيجي مع بعض والواحد يقول يعني يقول له سامحني ويعمل كده، اما كانش من جوه من قلبه مش مقبول. كان يحكى كده في البستان، عن بستان الرهبان، عن واحد راهب كان كثير الحركه وكثير الكلام، يقعد يمشي كده يا ابي اخطيت حللني اخطيت اخطيت، ويمشي اخطيت 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 كده، ويعني بالحركه دي فاكر ان هو ايه دي مظهر الاتضاع، شكل الاتضاع، متضع عمال يقول كل واحد اخطيت اخطيت اخطيت. فرئيس الدير بالافراز بتاعه والحكمه بتاعته قال له طب خلاص طالما كده اقعد في القلايه بتاعتك، مش اعمل اخطيت، خلاص اقعد في القلايه. يعني معنى ايه؟ اقعد في القلايه، قدم توبة، اقعد. يقول لك اتحول وجهه كوجه ذئب، عايز ياكله ياكله. كلمة اصلها من بره مش من جوه. لما اقول اخطيت يعني اخطيت، لما اقول سامحني اقول سامحني. فالاعتراف، واحد يمارسه بالروح، واحد حرفية الاعتراف، حرفية الاعتراف، واحد يقول عايز اروح عشان اتناول، يقول تك 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 كلمتين كده، ويقول لك عارف ان اقوله المره الجايه اكيد، ولو مليون مره هتقوله المره الجايه. لكن اللي بالروح بقى ويحس بايه؟ بتانيب جواه، وان هو زعل ربنا، ويقدم توبه من جد بجد، اكيد شويه شويه هيتغير. لكن لو هي مجرد ممارسه حرفيه عمرنا ما هنتغير. ده سرد خطايا مش توبة، ده هدف اتناول مش توبة. لكن التوبة ان الواحد يحس بايه؟ بثقة للخطية، وازاي ان الواحد يعني عايز يعني يتحرر من الخطية.
وازاي بيقدم توبه من قلبه، وازاي بيحاول، وازاي بيفكر يعمل ايه، وازاي يبعد، وازاي يقرب من التناول، وازاي يمسك في الانجيل، وازاي يصلي عشان ربنا يديله نعمه ويحس انه مشغول. ان انا عايز اتوب غير ان انا ايه عايش حرفيه السر، ان انا مجرد ان انا بقول خطاياي وخلاص. ربنا عايزنا في كل حاجه بنعملها نعرف الروح بتاعتها، كل حاجه بنعملها نعرف الروح بتاعتها مش الحرفيه بتاعتها. انا النهارده لما اخترت الترنيمه بتاعت يا كنيستنا يا جميله يا مجيده كل شيء فيك جميل، عايز اقول ان كل حركه في القداس ليها معنى وتدخلني في عمق روحي معين. كل حركة، عارفين واحد لما يعيش القداس وابونا بيختار الحمل وياخد الحمل ده يبتدي ايه يغسله ايه بالمية اللي هو ايه كأنه بيتعمد، يتعمد السماء ايه بتتفتح، يفضل ابونا يقول طلبات وحاجات، واحنا كل واحد كده السماء مفتوحة يقعد يطلب يا رب يا رب يا رب يا رب، يلفه اكنه مقمط واكنه في اكفان، يحطه على المسبح والشعب يقول لحن السوتيس اللي هو سو او ده، يقول لك ده بكاء العذاره ويحس ببكاء العذاره، يتغطى اكنه القبر، يتحط لفافه مثلثه اكنها ختم، كل حاجه يحس ان هو ايه عايش حياه المسيح دلوقتي، عايش ميلاده وهو بيتحط في مسود، عايش موته وعايش قبر وعايش ختم ويرفع البرسفارين عايش قيامة. كل الحاجات دي الواحد يشوفها ويعيشها. البخور لما ابونا ينزل يلف بالبخور، بخور بولس، يفتكر بولس الرسول قد ايه تعب، لف الكنيسة لف العالم كله، والكاسيليكون ابونا يبخر هنا وبعدين ما يدخلش الهيكل، الهيكل يرمز لأورشليم، يقول لك ما دخلش ليه الهيكل، اصول الشماس ياخد الشوريه وابونا واقف بره، يقول لك اصل الرسل لما كرزوا كلهم استشهدوا ما وصلوش اورشليم تاني، كله مات في الحته بتاعته، ابونا ما يدخلش جوه. كل حركه ليها معنى، كل حركه. البخور ليه معنى وقت الانجيل، حضور ربنا، ربنا حاضر، حاضر في كلماته. الشمعه سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي. اللحن تلاقي كريليسون تتقال وقت القسمة بلحن ايه حزين شوية، المسيح بيه بيتألم دلوقتي، اخر القداس كريليسون كريليسون كريا فلوكسون، فرحانين اتناولنا لحن فرح. حتى اللحن الواحد لما يعيشه يحس ان هو ايه عايش الحدث، عايش الموقف. عشان كده لما ندخل في كل حاجة ونفهمها شوية شوية نحس ان احنا بايه بنعيش روح الموقف اللي احنا فيه ونحس بيه، نتعايش معاه، نصلي ايه بالروح وبالذهن ايه ايضا. ربنا يدينا ان احنا تكون حياتنا حياة روحية فعلا، مش ممارسات، ولكن ندخل للعمق، ادخلوا للعمق، الواحد يدخل للعمق يقول يا رب خليني اصلي بروح، خليني يا رب اعرفك، خليني افهم اللي انا بقوله، خليني اعيش بيه. ربنا يدينا ان احنا نصلي ايه بالروح، نعيش بالروح، لربنا المجد الدائم الابد امين. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين ان نكون بشكر. ابانا الذي في السماوات،